نتمنى يا ربي هذه السنه الجديده تعم على المغاربه كاملين بالخير والصحه والسلامه، ويكون هذه الفرحه اللي فرحونا المنتخب لمده اكثر من شهر تعود علينا لانه غتنفعنا، وتكون روح وريحان علينا كاملين، لانه المواطن المغربي في حاله انه يهبطوا الاثمنه وانه يقدر يعيش بسلام وانه يكون مرتاح وفرحان ويهتم بالوليدات ديالو. اي سورتو اللي كنتمنى نلقاو حلول للمشاكل ديال التعليم في بلادنا، لانه الناس المدارس الخصوصيه قهرتهم وما خلاهمش يهتموا ما هو اهم اللي هي الصحه ديالهم. فكيف يختار الانسان واش يدفع على وليداته يقرا في المدرسه ولا يسمح في الطب وفي الامراض اللي عنده؟ هذه من كنظن انه من الاهميه ولا من المهام ديال الدوله. كاين الان الحمد لله التغطيه الصحيه، ولكن خصها تواكبها مجموعه ديال المسائل الاشياء باش نشوفوا المغرب ديالنا كي كنحبوه وكي كنتمناه. سنه سعيده لجميع المغاربه بالصحه والسلامه ان شاء الله. كنتمنى هذا العام الجديد يدخل عليكم يعني بالفرحه والسرور وجميع المتمنيات ديالكم، واللي عنده شي هدف ديالو يحقه. وكنتمنى انه تساندونا وتبعوا الدراما المغربيه وتساندوا يعني المخرجين وتفرجوا في القنوات المغربيه، لانه بلا بكم راه ما كاين والو، والجمهور هو اللي كيخلينا، الجمهور والمشاهدين هما اللي كيخليونا نزيدوا القدام ونجتهدوا ونسهروا على اعمال جديده باذن الله. كنتمنى الصحه، لان الصحه هي اهم حاجه، وكنتمنى الجمهور المغربي اللي يشاهدنا من موقع هيبا بريس الصحة والسلامة والرزق والنجاح النجاح النجاح، وسنة سعيدة للجمهور المغربي. شكرا. والسنة الجديدة كنتمنى أول حاجة يعني لكافة الشعب المغربي والمسلم ولكافة الإنسانية جمعاء أن يكون عام جديد مليء بالسلام ومليء بالحب ومليء بالتقدم والازدهار. وكنتمنى ان يعني السنه الجديده نحقق فيها اهداف جديده ونحقق نتائج جديده وادوار متميزه ان شاء الله. علاش لا؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.